ندخل على الأصول. بوركتم. طيب احنا قلنا الأصل في الأمر التكرار، أن الأصل في الأمر بالقرينة قد يقتضي التكرار وقد لا يقتضي التكرار، وهذا بيناه الأسبوع الماضي. اليوم فقط فيها بعض المناقشة على نفس تبني هذا القول. نعم. يقول المصنف لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقد، وسأدور حول هذا الكلام في مسألة التكرار والنقد، وأنه ورد مع التكرار وعدمه فيجعله حقيقة في القدر المشترك بينهما، يعني بين التكرار وعدم، وهو طلب الإتيان به دفع الاشتراك والمجاز. وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات، وهذا تكليف بما لا. وهذا تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يصح، ولأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وينسخه كل التكليف. حبيبي وهذا تحليل، هذا أصول الفقه ليس لأي أحد، وهذا استدلال على بناء القول في مسألة الأمر يقتضي التكرار أم لا. المختار يستدل له بأمور، أولها أنه لو كان الأمر المطلق دالا على المرة لكان تقييد بها تكرارا، لما نقيد بها هذا تكرار، وبالمرات يكون نقضا للتكرار، لأنه لو كان للتكرار ما جعلناه بالمرات، يبقى يكون نقضا للتكرار، ولو كان دلا على التكرار لكان تقييده بالمرات تكرارا، وبالمرة نقضا، والملازمة بينة واللازم باطل، والمعنى التكرار والنقض فيكون باطلا لصحة القول افعل ذلك مرة افعل ذلك مرات، وليس فيه تكرار ولا نقض. إذا الملازمة بينة وهي التكرار والنقض، وهذا القول أو هذا الوجه ليس حجة إلا لمن يدعي أنه نص في المرة الواحدة، وأنه مرة واحدة ولا يحتمل التكرار، وهذا أيضا كما قلنا القرينة هي الحكمة في ذلك. قال والثاني ورد التكرار شرعا في قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أهو بنفسه كان تكرارا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا في قوله وكتب عليكم الصيام، وعرفا أيضا مثل أن يقول الرجل زيد يقول لعم احفظ لي دبتي، فهذا يكون على التكرار، لا أن يحفظها مرة ويتركها بعد ذلك تسرق، فالعرف هنا أدى للتكرار، والشرع هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على التكرار، وورد للمرة أيضا شرعا. يبقى إحنا لما ورد للمرة شرعا ورد للتكرار شرعا، قلنا إذا القرينة حاكمة وهذا صحيح، وورد للمرة شرعا كآية الحج والعمرة، قال الله جل في علاه وأتم الحج والعمرة لله، هي مرة واحدة، ولذلك لما قالوا أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وعرفا أن يقول مثل أن يقول لعبدي أدخل الدار، فهو إذا دخلها مرة اكتفى بذلك، يكون قد دخل وحقق الأمر. أيضا قول السيد لعبدي اشتري اللحم، فهذا أيضا لا تدل على التكرار، يبقى إذن هو حقيقة في التكرار وحقيقة في عدم التكرار، فيلزم من ذلك الاشتراك، يلزم من ذلك أنه حقيقة في التكرار وحقيقة في عدم التكرار. بقي ساعة عشر دقائق بس، متأكد أنت؟ خمس دقائق أطلع. إذن يبقى بذلك المشترك في قدر يلزم الاشتراك، وقيل يلزم المجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون القدر المشترك بينهما هو طلب الإتيان بالمأمور به، وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة أو المرات، وحينئذ لا يدل لا على التكرار ولا على عدم التكرار إلا بقرينة، وهذا ما نتجه إليه، أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة، وأيضا لا يدل على عدم التكرار إلا بقرينة. بركت ربي يحفظك من كل سوء، ما هذا الجمال، هذا جماله. قال والثالث دليل على ضعف القول بالتكرار،
فلو كان مقتضيا للتكرار لعم جميع الأوقات حتى هذه فعل المأمور به فيها، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا تكليف بما لا يطاق، وذلك عدم أولوية وقت دون وقت، ولكنه لا يعم جميع الأوقات الوجهين، أحدهما أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق، يبقى إذن لا يعم جميع الأوقات. ثانيا أنه يلزم أنه ينسخه كل تكليف يأتي بعده، يعني لو قلنا على التكرار أنه في كل الأوقات هيستلزم هناك أمران، والأمران لنقد هذا القول. الأمر الأول هو أنه يكون سبيلا للتكليف بما لا يطاق، وهذا غير وارد. الثاني أنه ما جاء بعده سينسخه، لأنه لا يمكن جماعة له في الوجود، وذلك أن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات بفعل المأمور به، والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به، والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان بالمأمور به ثانيا، يعني لا يجتمعان. وإن كان حقا هناك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما قلنا لا يجتمعان فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله، صبح ولا ليل، فيلزم النسخ وهو باطل قطعا، لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها، والأمر بالحج ليس نسخا للصلاة، إذن هو لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيا للتكرار، وإنما قاد المصنف لا يجامعه ليحترز عما يجتمع معه، لأن هناك عبادات قد تجتمع معا كالصوم والصلاة، أن يصلي صائما. والحق بأن في هذين الوجهين النظر، كما قال الشارح، قال أما النظر الأول فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم، وأما الثاني أن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص، أو غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا، ومثل هذا غير واقع في الشرع، ولو وقع لالتزم الخاص وقوع النسخ، وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول، بل يكون التخصيص للنسخ. ولاحقنا أصلا مسألة التخصيص هذه وجه جمع، ووجه الجمع أولى من استعمال النسخ، ولا امتنع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض. وهذا كله من الردود الجدلية، جزاك الله خير، لأن الخصم سلم أن الأمر الأول للتكرار المستوعب لجميع الأوقات بشرط أن يمكن ذلك، ولكن لم يسلم مع ذلك وقوع النسخ، لأن الأمر الثاني لابد أن يكون مخصصا في بعض الأوقات غير مطلق، لأنه مطلق يكون النسخ تام. نعم، فيكون الأمر الثاني مخصصا للأول لا ناسخا، وكذا كل الأوامر التي تكون بعد الأمر الأول مستوعب لجميع الأوقات هي مخصصات له وليست ناسخة، وهذه الصورة المفروضة غير واقعة، لأنه ليس هناك أمر مستغرق لجميع الأوقات. والحق أنه لو كان أمر مستغرقا لجميع الأوقات قلنا هذا التكليف بما لا يطاق. كل هذه ردود جدلية، بل لابد أن يقيده الشرع أو العقل، فدعوى النسخ ودعوى التخصيص فرضيتان غير موجودتين إلا في الذهن، إلا في الذهن. وهنا قد احتج من قال بخلاف هذا القول بأن الصديق تمسك على أن ظاهر الأمر التكرار بقول الله تعالى وآتوا الزكاة، ولذلك أمر بقتال منع الزكاة ولم ينكر عليه أحد. طبعا المصنف يرد على من قال بأن الأمر التكرار بأنه قال لعل نبي صلى الله عليه وسلم بيّن تكراره، وهذا صراحة ليس ردا مقنعا. نعم، ويستدلون بذلك أيضا أن النهي يقتضي التكرار أيضا، وهذا باتفاق، وهذا سحب المختلف فيه إلى المتفق عليه، هذا سحب للمختلف فيه إلى المتفق عليه. قالوا النهي باتفاق يقتضي التكرار، فكذا الأمر. لما؟ لأن النهي والأمر يلتزمان يتلازمان، فالأمر نهي عن ضده والنهي أمر بضده على التفصيل الذي جاء أصوليا.
قلنا الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال، قيل ولو لم يتكرر لم يرد النسخ. فقال قلنا وروده قرينة على التكرار. يبقى اذا من ذهب الى الامر يفيد التكرار عنده اوجه ثلاثة من اوجه من اوجه الاستدلال. اولها ان ابا بكر الصديق تمسك على اهل الردة. نعم، ان ابا بكر الصديق تمسك على اهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة، ولم ينكر عليه احد من الصحابة، فدل على انعقاد الاجماع على ان الامر للتكرار. قد يجاب عن ذلك بأن الإجماع السكوتي، بعد تسليم الإجماع السكوتي إجماع لأنه النزاع فيه وارد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله بيّن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فيه نظر صراحة، هذا فيه نظر. قد يقال بأن إجماع الصحابة دل على أن الأمر هذا للتكرار، كانت القرينة في ذلك إجماع الصحابة. يبقى إذن إجماع الصحابة يدل على أن هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر بإتيان الزكاة، إعطاء الزكاة، أنه على التكرار. ولذلك قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكما ورد عن ابن طلحة عن غيره. وقد يجاب أن الأمر بالصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم. والحق أن قلنا إجماع الصحابة هو الدال على ذلك. طب الوجه الثاني الذي احتجوا به، احتجوا بأن النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر قياسا عليه. والجامع كون كل منهما للطلب، هذا طلب الكف وهذا طلب الفعل. فإن قلنا طلب الكف على التكرار ولا بد، إذا طلب الفعل على التكرار ولا بد. الجواب أنهما يختلفان، يمكن انتهى عن شيء دائما لأن فيه بقاء على العدم، وأما امتثاله أبدا يعني استعماله دائما فغير ممكن. وإن كان أيضا النهي الذي يقتضي التكرار فيه خلاف، لكن خلاف ضعيف. وأما الوجه الثالث الذي يحتاجون به أنه لو لم يدل الأمر على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ، لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال، إذ لا تكليف، وإما قبله ويدل على البداء، أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى. والجواب الصحيح أن النسخ لا يجوز وروده عليه، فإن ورد صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار، وحمل الأمر على التكرار للقرينة جائز. والصحيح الراجح كما قلنا في هذا الباب أن الأمر لا يكون للتكرار إلا بقرينة، يعني بذاته لا يكون أمرا الأمر بالتكرار. لو في أسئلة اتفضلوا، فإننا انتهينا الآن من الأصول والفقه، ونتم إن شاء الله الدروس بعد الحلقة. الحلقة الآن قريبة جدا، فبعدها إن شاء الله نتم الدروس. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.